ده الدولة الحديثة 19. ده عشان ان هو قديم. الكشف اللي اعلن النهارده كشف في منتهى الاهميه. الكشف بيتكون من جزئين، الجزء الاول خاص بالعثور على ادله اثريه للبركان اللي حصل في 1500 قبل الميلاد. البركان ده بتاع سانت كلير كان ذكر في النصوص، موت 35,000 واحد، ايضا دمر العديد من المدن المصريه والسوريه. بدأت البعثة المصرية اللي بتعمل في هذه المنطقة من أكثر من 10 سنوات عثرت على أدلة وبقايا لهذا البركان اللي حصل في هذا المكان. ده السور بقى. The date of this military fortress. دكتور. دكتورين. Where is the doctor? Doctor. الحاجة الثانية اللي تم كشفت في هذه المنطقة هو الكشف عن حصن أو تحصين أو قلعة عسكرية ضخمة كانت موجودة في سيناء بترجع للدولة الحديثة الأسرة 18. قبل كده البعثة المصرية كشفت عن حصن عسكري بالأسرة 19 وأيضا عصر الهكسوس. طوله 150 متر هذا الحصن، في 4 أبراج تقريبا، كل برج بارتفاع 4 أمتار. بجوارها منطقة إدارة فيها منطقة لتخزين الحبوب والأكل، كانت لمد الجيوش اللي بتعبر سيناي إلى سيناء إلى تكوين الإمبراطورية المصرية. طبعا كشف بيؤكد لكل الناس أن سيناء اهتم بها المصري القديم اهتمام خاص جدا. سيناء كانت نقمة على مصر عندما عن طريقها طريق حورس الحربي قدر يحتل مصر الهكسوس 150 سنة، لكن المصري القديم تعلم من هذه النقمة وبدأ خلى طريق حورس الحربي وسيناء وسيناء نعمة على مصر، ومن خلالها حكم المصري القديم العالم كله. بعد الاكتشافات الأثرية هنا اتأكد تماما ان الملك أحمس قاد معركة هنا هو بحرية كمان في المنطقة دي، لان المنطقة اللي في ظهرنا دي هي كانت البحر المتوسط واصل لغاية هنا هو في المكان دوت، والنيل كان في الجنوب من المدينة ديت، فالمنطقة دي كانت هي الممر بالدخول لمصر هنا هو. عشان كده لما تيجي قلعة جغرافيا هتقفل الممر اللي هو الباسج الموجود دوت، فعشان كده كانت القلعة ديت مهمة جدا. والمعركة البحرية اللي حصلت قبل حصار أفاريس حصلت في المكان دوت، عشان كده تحصينات الهكسوس في المكان ده كبيرة جدا، اللي موجودة بتغطي مساحة كبيرة جدا بالمكان، والتحصينات المصرية اللي موجودة جت على مساحة 600 في 300 وبعدين 150 في 300، واحنا بنتوقع ان شاء الله يعني قريب جدا هيكون في حاجة مهمة جدا بتؤكد القصة اللي قالها سنوحي لما هرب من مصر، ان هو خرج من مصر شاف اسوار عالية جدا واضطر ان هو يستخبى عشان يعدي منها في المنطقة بتاعت صارو. موضوع حائط الامير بدأت تكتشف بعض القطع للملك سنوسرت هنا هو، بما يؤكد ان في تحصينات من عصر الدولة الوسطى اللي كانت معروفة باسم حائط الامير هتكون موجودة في المكان ده.